يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البوية أو الغراء تمنع التيمم إذا كانت على اليد أو الوجه؟ إزالتها ما في شك أن إزالتها والتنظف أنه مطلوب، لكنها لا تمنع صحة التيمم إلا إذا كانت تمنع وصول المسح في الغبار، لابد من إزالتها، لابد من إزالتها ليصل المسح بالتراب على البشرة، يمسح وجهه وكفيه.